الرئيس السيسي يوجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسط الدخل. مجلس النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بقيمة 2 مليار جنيه. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مجلس الدولة يوافق لأول مرة على تعيين قاضيات. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي ونائب محافظ البنك للاستقرار النقدي ووكيل أول محافظ البنك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة. ووجه الرئيس السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. واطلع الرئيس السيسي كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه سيادته بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر. وافق مجلس النواب نهائياً برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية. ومن جانبه أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر ب 2 مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي، وذلك نتيجة للأعباء الكثيرة وخاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا. كما أحل رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة عددا من الاتفاقيات بقرار من رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين إلى لجان النوعية للمجلس. وافق رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على طلب وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية تشارلي ديغول في نطاق مسرح العمليات الأسطول الجنوبي. أعلن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين إنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات بالالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الحالي بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة. وأضاف رئيس مجلس الدولة في بيان اليوم أن مجلس الدولة بادر فورا بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب أو وظيفة نائب بالمجلس. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 20 تشكيلا عصابيا وتنفيذ أكثر من 429,000 حكما قضائيا خلال أسبوع. المزيد في سياق التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 517 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها خطف وقتل وشروع في قتل ومخدرات وسلاح وحريق عمد وبلطجة وسرقة، وبحوزتهم 353 قطع سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 461 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 776 قطعة سلاح ناري، من بينها 123 بندقية و74 بندقية آلية و36 مسدسا و543 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 2401 طلقة متنوعة، إضافة ل 1195 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 429,192 حكما قضائيا، من بينها 1683 حكم جناية و159,956 حكم حبس و206,217 حكم غرامة و61,336 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 20 تشكيلا عصابيا ضموا 56 متهما قاموا بارتكاب 95 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 61 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1568 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1624 متهما وبحوزتهم أكثر من 156.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 8313 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 23.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 23 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 61,612 قرص مخدر.